نعود إلى الإحصائيات اللي أعطيتها جنابك ونقلتها عن مؤسسة غالوب المتخصصة بالانتخابات، ليس في العراق وإنما متخصصة في لغة الأرقام في كل العالم وفي كل الانتخابات. نعم. وهي مؤسسة محترمة ومعروفة. أنا أعتقد أن هذه النسب يفترض تسقط المجوار فورا وتقلل الغليان فورا وننتقل إلى الوئام والقناعة والتفكير بمصلحة العراق، لأنه لا يجوز تحميل الناس وتحميل الشعب وتحميل حتى الحكومة أنه أنتوا مثلا سين من التحالف وصاد من التحالف، مشكلتكم أنتوا فشلتم في هندسة ماكينتكم الانتخابية. يعني أنتم أحيانا في بعض الأحيان ركبتم حصان الأنانية على بعضكم البعض وانتوا حلفاء. بعض الأحيان لا، أنتوا ما كنتم مستوعبين إلى هذا القانون الدقيق جدا وهو قانون الانتخابات، ومثل ما أشرت جنابك وقلت الصدريون نجحوا في فهم هذا القانون، وأنا أؤيدك حقيقة لأنهم استعملوا الهندسة والماكينة المضبوطة بحيث ما تبددت أصواتهم وأخذوا الصدارة. وحتى وقعوا في هذا هم التشرينيون والمستقلون أيضا، لأنهم جدد على العملية السياسية وعملية الانتخابية، ولكنهم أصبحوا رأس قاطرة ممكن أن تكون في المعارضة، وهي تجربة إن ذهبوا إلى المعارضة سيؤسسون لأول مرة شيء من الديمقراطية، لأن 17 سنة كانت لا توجد ديمقراطية وإنما إقطاع سياسي متحالف مع إقطاع ديني ومغلف برداء ديمقراطي وتارة ثيوقراطي، وحتى أحيانا يصير دم إقراطي في بعض الأحيان لمزايدات سياسية. وبالتالي هذه لغة الأرقام ومقدمتك أنا أعتقد أنه هي بداية الحوار الحقيقي والقناعة الحقيقية للأخوة السياسيين. نعم. وخصوصا الذين كانوا في المشهد السياسي والمسرح السياسي وغرف القرار العراقي صار لهم 17 سنة، عليهم أن يستوعبوا هذه الأرقام. ماكو واحد يبقى للأبد إلا فقط الدكتاتور وبعدين ينسحل للحفرة. مع احترامي لكم جميعا، هذه العملية الديمقراطية الحقيقية تحتاج معارضة بالبرلمان وتحتاج حكومة شراكة، حتى حكومة توافقية، يعني حكومة تبويس اللحى لا تنفع بعد مع العراق، لأن العراق تأذى، الشعب العراقي تأذى كثيرا. طيب. أصبحت هناك فجوة لا يمكن تجسيرها بين هؤلاء الذين صار لهم 17 سنة ومع الشعب العراقي. الشعب العراقي صارت عنده كان معارض، الآن كره، صارت عنده حالة كراهية لهذه الوجوه القديمة، وعليهم أن يبدأوا بالمراجعة لجميع أفكارهم.